حياك الله استاذ نايف. طبعا يمكن اليوم شهدنا يعني حركه مشابهه لجلسه الامس، ارتفاعات بالنسبه للسوق مع البدايه ومن ثم عوده الى تقليص هذه المكاسب. يعني بالامس كان الارتفاعات تقريبا نتحدث عن تقريبا ب 16% في ختام الجلسه، وكان هناك ضغوط بيعيه تحديدا في جلسه المزاد. اليوم ايضا السلوك نفسه في جلسه هذا اليوم، يعني بدانا الصباح على ارتفاعات ثم عدنا لتقليص هذه المكاسب، بالتالي بماذا نفسر هذه الحركه للمؤشر في جلسه هذا اليوم؟ طبعا المؤشر السوق السعودي يمكن في المقابله السابقه كنا نتكلم عن بعض الدعوم وعن اهم شيء المحور اللي هو 7225، حاول المؤشر يمكن ملامستها عند 7229 فرق 4 نقاط، وعاد الارتفاع الى مره ثانيه مناطق 7350 تقريبا نقطه 58. طبعا شيء طبيعي احنا نشوفه من حوالي اسبوعين هو يتداول في اتجاه افقي متذبذب، وكان في تبادل بين اهم الشركات اللي لها وزن عالي على المؤشر. نشوف بعض الشركات تنخفض والاخرى تحمل المؤشر. يمكن بعد صدور اغلب الاعلانات في تنقل بين الشركات او المراكز، فتح مراكز جديده، وهذا شيء طبيعي في الفتره هذه. طيب سيد نايف، اليوم يعني جاءنا بيان يعني مع بدايه التداول خاص بالنسبه لاكتمال استحواذ ارامكو على سابك، شهدنا حركه يعني بالنسبه لسام كانت يعني وتيرتها بطيئه بالنسبه لسابك وايضا كذلك لارامكو، يعني اغلق ارامكو ارتفعت تقريبا ب 13%، بينما ايضا سابك اغلق على تراجعات وان كانت يعني طفيفه التراجعات بالنسبه لسام، ولكن يعني لم نشهد حركه ايجابيه على السامين، خصوصا نحن نتحدث عن عملاق النفط ارامكو وايضا عملاق صناعه البتروكيماويات سابق. نعم، يمكن أزيدك كمان أنه يمكن شفنا الأسواق العالمية أمس وقبلها كانت كلها يعني مرتفعة باللون الأخضر، حتى أسعار البترول كانت مرتفعة. طبعا هذا دليل واضح أن المؤشر السوق السعودي له حركة فنية بعيدة عن الارتباط في بعض الأسواق أو أسعار البترول. هو ارتفع يمكن من مستويات منخفضة إلى المستويات هذه 7300، وحتى يمكن أغلب الشركات زي سابق ورامكو من أدنى سعر وصل الشركات إلى الآن ما أخذ يمكن جني أرباح، فهو الحين يمكن نكون في منطقة جني أرباح أفقية، خروج بعض المستثمرين، دخول مستثمرين آخرين باتجاه أفقي. هذا طبعا جيد ودليل على انه الاسعار ما زالت مرغوب فيها للمواصله في الاتجاه الصاعد. طبعا طيب سيد نايف، يعني السوق يعني خلال شهر شهدنا ارتفاعات يعني ب 1000 نقطة، وبالتالي يعني هل وصلنا إلى مرحلة تشبع بالنسبة لارتفاعات للمؤشر، خصوصا يلاحظ أن مستوى 7330 نقطة المؤشر لا يستطيع تجاوزها يعني في خلال أكثر من جلسة يصل إلى هذه المستويات، يعني منذ الأسبوع الماضي تحديدا نصل إلى هذه المستويات بعد ذلك يعود المؤشر ودون هذه المستويات، فبالتالي هذه الحركة بماذا نفسرها؟ طبعا اذا احنا بنتكلم بشكل فني دقيق، احنا كانت عندنا موجه الصاعده الاولى كانت موجه قطريه، معروفه عند اغلب المحللين المتقدمين انها تكون الموجه الاولى اطول من الموجه الثالثه واطول من الموجه الخامسه. انتهينا من هذه الموجه ودخلنا بالموجه الثانيه اللي هي المفروض تكون هابطه، بس بسبب الاسعار المغريه في السوق السعودي ولا ارتفعت على بعض الشركات القياديه زي الشركات اللي ذكرتها انت زي سابق ورامكو وبعض البنوك اللي لهم وزن يمكن على المؤشر، فحدث معنا موجه ثانيه اللي المفروض تكون هابطه اخذت شكل عرضي، وهذا كان متوقع من اسبوعين لها انها تكون بشكل عرضي متذبذب متعرج. طبعا احنا متوقعين انه يكون في اختراق للمؤشر 7300 الى مستويات 7480 هذا مذكور قبل كذا، لكن جميل. يعني اهم النقاط اللي تهمنا يمكن في مؤشر يمكن 7300 هذه مستويات اصبحت مهمه لنا، وبالاحرى يعني مستويات 7255 اللي هي محور السوق، ما دام السوق يتداول اعلى من هذه النقاط ما زال المؤشر يعتبر في مسار صاعد ان شاء الله. المحلل المالي أستاذ نايف الشبيلي، شكرا لك.